عادل عامل مصري بيشتغل في صناعة البناء من أكتر من 20 سنة، اتنقل فيهم بين شركات كتير، أوقات كان بيشتغل بعقد مؤقت وأوقات من غير، وأوقات تانية كان بيبقى من غير شغل حسب التسهيل. عدم الاستقرار في شغل عادل أثر على التزاماته بتكاليف المعيشة، غير إن عادل ما عندوش تأمين اجتماعي أو صحي، لأن مش كل الأماكن اللي اشتغل فيها كانت بتأمن عليه. أما أمينة فبتشتغل في مصنع ملابس من 9 سنين. أمينة عقدها ثابت لكن دخلها قليل ومش بيزيد بشكل يتناسب مع زيادة تكاليف المعيشة، وبيتخصم منه للتأمينات والضرائب، وما كانش فيه قانون يلزم صاحب المصنع بحد أدنى للأجر لأنه قطاع خاص. عادل وأمينة وملايين غيرهم من العمال المصريين في كل المجالات بيعانوا من المشاكل دي، وكلها مشاكل بتأثر على ما نسميه بجودة العمل. في مشروع حلول للسياسات البديلة نشرنا ورقة سياسات حول جودة العمل في مصر، واستخدمنا مؤشر يتم تطبيقه أول مرة في مصر لضمان دراسة الموضوع بشكل شامل. وبيتكون المؤشر من 5 عوامل، هما الدخل من العمل، والوضع المهني، وتغطية الضمان الاجتماعي، وساعات العمل الزائدة عن الحد، والعمل في مؤسسات غير ثابتة. عام 2006 كان نسبة العمال اللي بيعانوا من حرمان شديد في سوق العمل في مصر 71%، ارتفعت في 2018 ل 90%، وكان التراجع الأكبر من نصيب مستوى الدخل وتغطية الضمان الاجتماعي، وبيجي بعدهم الوضع المهني على حسب المؤشر. وعلشان نحسن جودة العمل لازم نصيغ سياسات تحسن من العوامل الخمسة الأساسية اللي حددها المؤشر. أولاً تحسين مستوى الدخل، تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص، مع ضمان إن الزيادات تحصل بشكل دوري وبعد دراسة تضع في الاعتبار تكلفة المعيشة. أما عن نظام التأمين الاجتماعي فيجب مادة التغطية التأمينية لجميع العمال وبالأخص العمال في القطاع غير الرسمي، وتكون المستحقات ملائمة. استقرار ظروف العمل هو حل آخر مرتبط بالقدرة على تحويل الملايين من العمال غير الرسميين في مصر لعمال رسميين عندهم حقوق تشجعهم على التطور والالتزام بواجباتهم المهنية والاجتماعية. بالإضافة لكل ده مهم كمان يكون في تمكين للعمال من خلال القنوات القانونية زي النقابات علشان يقدروا يساهموا في نقاش قضاياهم، ويكون في آليات فعالة لمراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين، وآليات تانية للشكاوى تساعد العمال على توصيل صوتهم. الحلول دي وغيرها ممكن تحسن كتير من حياة عمال زي عادل وأمينة وعائلتهم بالشكل اللي هينعكس بالإجابة على كل جوانب حياة المصريين. اعرف أكتر عن جودة العمل وسياسات تحسينها وغيرها من سياسات وأفكار تهم كل المصريين.